السلام عليكم، معكم عصام تعليم. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا التكميلة ديال لو ديرنيي جور دان كونداني، نكملوا على بركة الله. هذا لو شابيتر 11. المهم أنا غادي ندير لكم الترتيب تاع لي فيديوهات، كملوا. Puisque le jour ne paraît pas encore, بما أنه النهار أو الصباح مازال ما بان، يعني مازال ما ضوء، يعني راه عاد الليل. Que faire de la nuit؟ شنو ندير في هذا الليل؟ Il m'est venu une idée. Je me suis levé et j'ai promené ma lampe sur les quatre murs de ma cellule. Je me suis levé, et j'ai promené ma lampe sur les quatre murs. Parce que هاد الزنزانات قلنا مخصصين غير الناس اللي حكموا عليهم بالإعدام، ويشوف الناس اللي قبلوا شنو كتبوا تما. داكشي elles sont couvertes d'écriture، الحيوط كانوا عامرين بالكتابة، de dessins برسومات، de figures bizarres وبشي أشكال غريبة، de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres، وبعدة أسماء اللي كيما نقولوا سميل إن تخلطت بيناتها، كما نقولوا وبدات تمسح بعضياتها، بحال شي واحد يكتب سميه ويجي الاخر يكتب فوقه سميه، بحال اللي ماليش خو باين الدواء تولي تما خلوطه جلوطه. فوالا il semble que chaque condamné ait voulu laisser trace. بان ليا il semble بان لي que chaque كل يعني كل متهم chaque condamné voulu laisser trace بغى يخلي موراه واحد الاثر، كما نقولوا بلي زعما راني فت منايا اي سي دو موا على الاقل يخلي واحد الاثر هنايا، لحقاش كي غادي يتعدم يعني ما غاديش يبقى له اثر خارج السجن، بصح داخل السجن في ديك الزنزانه كيما نقولوا يخلي واحد لا سينياتور كو اللي راه فات منا. سي دو كرايون دو لا كري، كرايون يعني هكا الستيلو ولا لا كري، طباشير شاربون داك الفحم، لي لتر نوار دي لتر نوار بلانش غريز، أحرف سوداء بلانش بيضاء غريز رمادية. سوفون دو بروفوند أونتاي كيما نقولوا دون لا بيير، أونتاي كيما نقولوا شقوق عميقة، بروفوند عميقة على الحجر، كتبغي تكتب هكا على الحيط كتبقى تكرط هكا تكرط تخلي لا تراس على داك الحيط هكا زعما. سا اي لا دي كاركتير رويي qu'on dirait écrit avec du son. وعاود يعني سا الى هنا وله دي كاركتير احرف غويي كيما نقولوا تصدات ولا قدامت بزاف، qu'on dirait ولا نقدروا نقولوا عليها écrit avec du son، كتبوها بالدم ديالهم، يعني ما صابوش باش يكتبوها كطباشير ولا وجرحوا راسهم وبقاو يكتبوا بالدم. سيرت سي جافي لسبري بلو ليبر اكيد، يعني سيرت لو كون زعما كنت حر ولا جافي ليسبري بلو ليبر وراني زعما حر حتى في الفكر ديالي، ما طردني ديك الفكره ديال الاعدام، جو بروندوري انتيري ا سو ليفر اترونج، كنت غادي كيما نقولوا هذا الليفر يعني داك الشيء اللي مكتوب تما بحال واحد الليفر واحد الكتاب غريب، كي سو ديفلوب باج ا باج ا ميزيو واللي كيما نقولوا يتطور صفحه بصفحه تحت الاعين ديالي، سور شاك بيير دو سو كاشو على كيما نقولوا على شاك حجره ديك الزنزانه، زعما بغى يقول لنا يكتب كتاب من هذا الشيء اللي راه مكتوب في الرضعه ديال الحيوط ديال الزنزانه، يقدر يكتب منه كتاب، باش هي ما راهش عنده ليسبري ليبر زعما ما راهش مرتاح كيما نقولوا. جيمري ا ريكومبوزي ان تو دو سي فراغمون دو بونسي، جيمري اني اود ولا يعجبني ريكومبوزي يعني كيما نقولوا اعيد تشكيله ان تو دو سي فراغمون كاع هاد لي فراغمون كيما نقولوا الفتات ولا دو بونسي فتات نتاع الافكار، لحقاش هما ما كتبوش كاع الافكار ديالهم، كتبوا غير كلمات صغيره ولا اي بار سور لا دال مبعث لهاد الافكار، يعني الفتات نتاع هاد الافكار اللي راها اي بار يعني مبعثره لا دال يعني على الحيط ولا على البلاط يعني الحيط. Voilà, كملو. A retrouver chaque homme sous chaque nom. On زعما نقلب على كل انسان، شاك كل شخص يعني
sous chaque nom, Smiya Diallo, à rendre le sang et la vie à ces inscriptions mutilées. Kutradi nard, à rendre le sang, nard le ma'na, ou le hayat, l'had l'wasf, ou had l'chil, l'ikjbouh, mutilé, à ces inscriptions mutilées. هذيك الكتبه اللي كتبوها ولي تشوهت يعني ما بقاتش هكا باينه ومع الوقت ومع شي واحد جاي كان يكتب شي يكتب فوقتي يعني ما بقاتش واضحه بزاف. اسي فراز ديمومبري لهذه الجمل ديمومبري كما نقولوا المقطعه ولا المبعث مقطوعه الاوصال يعني ما كاملاش. اسي مو ترونكي لهذه الكلمات ترونكي يعني مقطوعه. كور سون تيت جسم من دون راس كوم سو كي ليز اون اكري بحال هاد الناس اللي كتبوهم زعما واش قالنا هنايا بلي هاد الجمل وهاديك الشيء ما بقاتش باينه بحال اللي ولات بحال واحد الجسم بدون راس بحال دوك الناس اللي كتبوها يعني دوك الناس اللي غادي يتعدموا اللي راهم في ديك الزنزانه وغادي يمشيو يتعدموا كيكسروهم الراس ديالهم يولي الجسم ديالهم من دون راس. فوالا نكملو على اوتور دو مون شوفي كيما نقولوا شوفي كيما نقولوا هو السرير ديالو ولا هكا فين كان ينعس البلاصه اللي كان ينعس فيها واش من سرير ديك بحال السيما هكا وعليها القش وداك المهم فوق راسو كيما نقولوا إليا دو كور انفلامي كاين زوج ديال القلوب انفلامي كيما نقولوا بحال اللي ملتهبه زعما واحد السيد راس هكا ديسان تاع جوج قلوبه هكا وداير لها زعما يكون نار طالعه منها. بيرسي كيما نقولوا بيرسي يعني اللي محفوره مزيان دون فليش بيرسي يعني كما نقولوا مخترقه بواحد اون فليش فليش سهم الضربه نتاع دير قلب ودير فيها كسهم. اوديسي امور بور لا في والتحت تاعها تحت دوك جوج قلوبها مكتوب حب مدى الحياه. لو مالوغو المسكين نو بروني با ان لونغ انجاجمون مسكين ما كيما نقولوا ما عاش بزاف ما دارش لونجاجمون يعني بحال هكا خطوبه ولا يعني داك الحب ديالو ما كملش كيما نقولوا. فوالا نكملوا اكوتي حدايا اون اسبيس دو شابو ا تخوا كور واحد بحال واحد الشابو يعني ولا قبعه ا تخوا كور عندها ثلاثه ديال لي كرون افيك اون بوتيت فيغور غروسيرمون ديسيني اوديسي واحد الرسم غروسيرمون يعني مرسوم بعنف ولا بقسمه بقسوه تحت كما نقولوا تحت ديك القبعه اللي عندها ثلاثه ديال الكرون كورن مكتوب فيف لومبيرور 1824 1824 زعما كما نقولوا لومبيرور لحقاش بكري فرنسا كان فيها الامبراطور ولا هكا لومبيرور فيف لومبيرور فيف لومبيرور ومورا حاجه الثوره موراها ما ديك الشيء روينه اللي داروا التاريخ ولا غادي يعرفوا هادشي. انكور دي كور انفلامي المزيد انكور مزيد من القلوب المتوهجه افيك سيت انسكريبسيون مع هذا الوصف كاركتيريستيك دون اون بريزون كيما نقولوا واحد مكتوبه واحد الجمله جيم اي جادور ماتيو دونفان جاك يمكن هذا شي واحد كان مشهور في ديك الوقيته ولا ما عنديش ايدي ما كاتب كيما كاين اللي كتب عجبني طوطو ولا زعما هكا شي واحد كان يعجبو بديك الوقيته مانيش عارف بالضبط شنو كان. سور لو ميور اوبوزي اونلي والحيط اللي انفصل البلاصه اللي الناس فيه يعني انا سو مو بابا فوين او ثاني هذا شي كيكان سيليبر. لو بي ماجيسكول اي برودي هذيك الحرف ديال بي برودي مزينه ولا مزوقه دارابيسك اي انجوليفي افيك سوان دارابيسك يعني مزينه بواحد الخط عربي et enjolivé ou qui m'angoulou munammaqa wa muzayyana bi'inaya avec soin bi'inaya donc راه يوصف لنا دوك الكلمات اللي مكتوبين في الحيط ما تمشيوش مخكم بعيد ولا بحال دائما حاولوا هكا تفهموا كيما نقولوا الفكره العامه ماشي ضروري تفهم كلمه بكلمه ولا ما راكش استاذ جيت تفهم كلمه بكلمه ماشي تفهم القصه كي تفهم تقدر تجاوب. فوالا ان كوبلي دون شونسون اوبسين وكاين عاوتاني واحد المقطع كوبلي تاع واحد الاغنيه اوبسين كيما نقولوا بحال غير محتشمه ولا اغنيه فاحشه هكا ولا ان بوني دو ليبرتي واحد البوني قبعه تاع الحريه سكولبتي منحوثه سكولبتي منحوثه اسي بروفونديمون بعمق دون لا بيير على الحجر avec ces ci-dessus, on m'a écrit
Bory, La République. C'était un des quatre sous-officiers de La Rochelle. Hada Bory, yani, au Ksibotuma, La République, yani Al-Jomhouria. قلنا قبل كانت كيما نقولوا بحال المملكه، كان فيها دوك الملوك الملك لويس الرابع عشر وداك الشيء، وموراها داروا دوك الناس الثوره وبغاو يردوها جمهوريه لا ريبوبليك. سيتي ان دي كاتر سو اوفيسيي دو لا روشيل. ويمكن هذا زعما بغا يقول لك هذا السيد اللي كان هنايا كان واحد من سو اوفيسيين، يعني شي واحد من الجنود نتاع لا روشيل، زعما بغا يقول لنا بلي هذا معتقل سياسي. فوالا زعما كو هذا معتقل سياسي وجابوه هنايا وعدموه. يعني الناس ديال المعتقلين السياسيين كما نقولوا ما غاديش يكونوا دايرين شي جريمه باش تجي تعدم لهم راسهم. خلي هنا راه يحاول يبين فيكتور هيغو زعما في الاعدام شي مرات يتستعمل في طرق خاطئه نتاع تعدم معتقل سياسي. هو يعني غيناض قال انت ما تعجبنيش وداك الشيء، المهم خلينا هذا الشيء بعيد علينا ما نهضروش فيه. بوفغ جونوم، الشاب المسكين. Que leur prétendue nécessité politique, qui m'en dit leur prétendue nécessité politique, siyasiya dialhom, dit ou la mazaim siyasiya dialhom sont hideuses, qui m'en goulou kant kabiha ou la, qui m'en goulou moussultam chimzian, c'est ma brigouna. Pour une idée, à la wahad l'fikra, pour une rêverie, à la wahad l'hulum, pour une abstraction, wahad l'atiqad. Cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine, qui est déjà, yani, qui m'en goulou, qui est واحد الواقع horrible mort, اللي كنسميوه la guillotine, يعني المقصله ديك البلاصه اللي عندهم فيه زعما بغا يقول لنا واش هذا السيد يعني على فكره نتاع كيما نقولوا فكره ثوريه تنبدا تعدمو على حلم كان عنده على اعتقاد كيما نقولوا تجازيه تديه للمقصله وتعدموه. هادشي ماشي زعما ماشي مليح. Et moi, que me plaignais, ou Anna, je ne sais pas si je suis qui me plaignais, moi, misérable, qui ai commis un véritable crime, Anna, درت وانا انا البائس misérable, ou li درت واحد un véritable crime, جريمة حقيقية, qui est versé du sang, ou li كيما نقولوا, غادي تجازى بسفك الدم, يعني غادي كيما نقولوا, العقاب ديال الجريمة ديالي اللي درتها هو انهم غادي يقصوا لي راسي. Voilà. Je n'irai pas plus loin dans ma recherche. Je n'irai pas plus loin. Je n'irai pas plus loin dans ma recherche. Je viens de voir, crayonné en blanc, au coin du mur, une image épouvantable, une sora mouraoui'a. La figure de cet échafaud, شكل ديال la figure كيما نقولوا واحد السيد رسم ديك الاشافو. قلنا الاشافو هي ديك المنصه اللي كيما نقولوا يصاوبوا فيها ديك المقصله باش يعدموهم والناس تجي تتفرج. كي الور كيلي واللي يقدر في هذه الساعه سو دريس بوتيتر بور موا، راهم يكونوا كيما نقولوا يصاوبوها ويوجدوها باش نفوت انا تحتها ويكسوا لي راسي. La lampe, يعني كي جاتهم مسكين هاد الفكره، la lampe ديك اللمبه اللي كان دايرها في يدو a failli me tomber des mains، غادي تطيح لي من اليدين ديالي، يعني كثر التبوريشه وفكر انه صافي الراس ديالو غادي يتقصوا داك الشيء. فوالا وصلوا للنهايه هنايا، خصني الفيديو ما يكونش طويل بزاف. نتمنى تكونوا استفدتوا. كان معكم عصام تعليم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.